يقول إذا كان والدي يشرب الدخان فأرسلني لأجلب له الدخان فهل أطيعه في ذلك؟ لا، هذا معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا إعانة على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، عليك بمناصحته ولا تطعه في المعصية ولا تعنه على المعصية. نعم.